قصد مكحول. البعض يقول انتم تحسون تريدون تسووا السدود حتى نغسل مي، شنو توقف سد مكحول؟ بس اكو معطيات خلتني امام هذا الموقف. اي شنو هي الحقيقه ضمن هاي الدراسه اللي قلت لك عليها، دراسه استراتيجيه، لم توصي بانشاء سد مكحول. قالت بالعكس، اذا تنفذون سد مكحول لربما تخسرون مي، لان راح تحققون بحيره، هاي البحيره بها تبخر، مشكله العراق درجه حراره عاليه، المي اللي يطير بالسماء راح تفقده. ليش تسوي هذا المشروع؟ لا تسوي هذا المشروع، فكر بديل عنه. على كل، ثاني شيء الكتله النقديه، الموضوع الى كتله فلكيه 3 مليار دولار. السد مكحول، السد مكحول 3 مليار دولار سيدي، رقم كبير. هذه الكتله النقديه شلون تامنها يعني خزينه الدوله؟ انا الحقيقه وزير مبالغ بها؟ طبعا انا وزير موارد مائيه، لكن انا عضو مجلس الوزراء، انا عضو من المجلس، انظر للموضوع مو لمصلحتي، مصلحه وزارتي فقط، انظر الموضوع مصلحه البلد وين تقتضي. انا مكحول غير ضاغط علي بالوقت الحالي، ما هو مو هو اذا اسويه ينقذ العراق، مو هو اذا اسويه اخلص من الشحه، انا مشكلتي الشحه. مشروع اخر وقفته ايضا حتى لا انساه هو مشروع البدعه، ماء البدعه، نقل الماء بواسطه الانابيب من البدعه بالناصريه الى البصره، كلفته 3 مليار دولار. شوف، مع العلم هي اكو قناه مبطنه، واكو عندنا منطقه حرجه في منطقه الرميله، هذه فقط تحتاج لان منطقه جبسيه والمي يذوب التراب الجبسيه تنهار احيانا. اي هذه كان المفروض في حينها، انا مخطط سابقا وكلت واكدت في الوزاره سابقا، شفت مستشاره تقول لي ليش انا كل هاي الموضوع عندي مستشفيات وحاجي بها، قلت لهم هذه فقط هاي المنطقه لازم نسويها، ما نسوي البقيه. فهنا ايضا جيت اخذت قرار وقفنا المشروع بالكامل، وهسه نشتغل على المنطقه الحرجه، بدلا تكون انا بتقديري كانت تكون 30 كيلومتر صارت 45، لان منفذين جزء وصار فيني فلوس ما اقدر اخسرها، يعني ما اقدر اخسرها. على كل، هسه فقط هذا المنطقه اللي راح اشتغلها، وامن مي للبصره افضل مما كان لو كان ذاك المشروع ليكون 10 سنوات ما يوصل مي للبصره. هسه انا بديت البرنامج، نعم، عندي عقده من الاثنين، سوف ولكن. نعم. انت ضفت لي ليش؟ هي. راح استعير منك ليش؟ ليش؟ اي هو هاي ليش؟ هذه هاي اللي كنت تتكلم بيه. اي نعم. انا اشعر انه هو التخطيط اللي انت تريده مهني، يتناسب، يلائم، يحل المشكله. نعم. ليش مالتك ما زال امنيات؟ ليش ما يصبح واقع؟ واقع هسه ان شاء الله الان. انا الان هذا هدفي الان، انا اوعدك، اوعدك وافقوا عليه. نعم. يعني هسه انت في مكحول. نعم. وفي البدعه وافقوا واوقفت 6 مليار دولار، يعني كان المفروض تصرف، هي مو مصروفه حتى لا يكون واضح بس كتخصيص ككتله نقديه كان المفروض وقفت تصرف. وقفناها. نعم. خوش، هسه الولد راح يدعون عليك لانه هاي بنسب. لا لا هاي شلك بيها، انا ما اعرف هاي بعد يم الله. اسف يعني انا ما ارد انت اليوم انا احب انا احب تمسكك في الحياه، انت رجل مريح جدا صراحه. الله يحفظك.